ازيك يا كونر؟ افتكرتك ممكن تستمتع برحلة. بحب المكان ده، كل حاجة هادية ومريحة جدا، بعيد عن دوشة الدنيا. قولي، انت اكتشفت ايه؟ رحت مالها ايدن، بس ما اكتشفتش حاجة جديدة. دي حاجة محبطة، شكلها فرصة تانية ضاعت. شكلك حيران يا كونر، حيران ومتلخبط. في الحقيقة التحقيق مليان صعوبات أكتر مما توقعت، لكن ما عنديش أي شك إن هحل القضية وأقدر أوقف المتحولين. لو تحقيقك ما وصلش لنتيجة قريب هضطر أبدلك يا كونر. أنا متأكد إني هنجح، أنا بس محتاج شوية وقت. في حاجة هتحصل، حاجة خطيرة. بسرعة يا كونر، مفيش وقت. ليه ضربتني بالنار امبارح؟ مش فارقة، ما انت هترجع الصبح مش كده؟ بخسر جزء من الذاكرة كل مرة بتدمر فيها، وده بيبطئ سير التحقيقات. أرجوك اقبل اعتذاري، أوعدك إني مش هضربك بالنار تاني. شكرا يا فندم. ازيك يا هانج؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ كان في حفلة ومحدش يقول لي؟ ايوه، الموضوع انتشر في الاخبار، عشان كده كل واحد حشر مناخيره. حتى المباحث الفيدرالية عايزة تكون جزء من الاحداث. يا دي القرف، المباحث الفيدرالية ظهرت، انا عارف اليوم ده باين من اوله. وصلنا لايه؟ مجموعة مكونة من 4 اندرويد كانوا عارفين المبنى كويس وكانوا منظمين جدا. بحاول اكتشف ازاي قدروا يعملوا كل ده من غير ما حد يلاحظهم. شفت السطح؟ لا طبعا، لسه هنشوف تاني. لازم نتأكد ونشوف. هاجموا 2 من حراس المكان في الطرقة، افتكروا ان الاندرويد كانوا جايين يعملوا اعمال صيانة، سيطروا عليهم قبل ما حد يعمل حاجة. واحد من موظفين القناة قدر يهرب، هو مصدوم ومش عارف امتى هنقدر نتكلم معاه. في كم واحد شغال هنا؟ 2 موظفين و3 اندرويد. المتحولين اخذوا البشر رهائن وزاعوا رسالتهم على الهواء، بعدها هربوا عن طريق السطح. السطح؟ ايوه، نطوا بالباراشوتات. لسه بنحاول نعرف مكان هبوطهم، بس الجو صعب قوي. لو حبيت تبص على الفيديو اللي اذاعه المتحولين هتلاقيه على الشاشه اللي هناك دي. ملازم اندرسون هو ده العميل الخاص بيركنز من المباحث الفيدراليه. الملازم اندرسون بيحقق بالنيابه عن شرطه ديترويت. ايه ده؟ اسمي كونر، الاندرويد اللي بعتها سايبر لايف. اندرويد بيحقق مع اندرويد؟ ها؟ متأكد عايز اندرويد حواليك بعد كل اللي حصل؟ ايا كان، المباحث الفيدرالية هتحقق وهتبعدك عن القضية. فرصة سعيدة، نهارك سعيد. خلي بالك بعد كده.
تبوظ ليش موقع الجريمة. أما حتة معتوه أنا مش هبعد، لو احتجتوا حاجة قولولي. طب خلينا نبص بصة، قولي لو لقيت حاجة. ماشي يا فندم. الرسالة دي أمل لشعبنا، لكن هي كمان تحذير. هنحارب عشان حقوقنا وعشان مؤمنين بقضيتنا. البشر مش هيبقوا في سلام لحد ما نبقى أحرار. عرفتوا دلوقتي احنا مين وعاوزين ايه؟ احنا أحياء وبنطالب بحريتنا. تفتكر ده RA9؟ المتحولين بيقولوا RA9 هيحرروا. الظاهر الاندرويد عنده نفس الهدف ده. انت شفت حاجة؟ اتحققت من الموديل والسيريال نمبر بتاعه. عايز تقول لي حاجة؟ لا ولا حاجة. دول عدوا وطلعوا كل المبنى وعدوا كل الأمن ونطوا من السطح بالباراشوتات. دي حاجة مذهلة الحقيقة في رأيي. إزاي قدروا يهربوا شنط كبيرة زي دي؟ ما حصلش، في حد ساعدهم يدخلوها. دي حاجة غريبة، هما خططوا للعملية بدقة بس غلطوا في عدد الباراشوتات. إلا لو هما سابوا متحول وراه.
لازم تمنعهم. لو دمروه مش هنعرف اي حاجه. فات الوقت، مش هنقدر ننقذه والا هنموت نفسنا. انت كويس كونر؟ اوكي اتصبت؟ انا كويس يا ربي، انت موتتني من الرعب. ما انا قلت لك تفضل مكانك ما تتحركش، انت ليه ما بتسمعش اللي بقوله لك؟ كنت متوصل بذاكرته لما اتضرب بالنار، حسيت اني بموت، كاني بموت فعلا. كنت خايف. أنا شفت حاجة في ذاكرته، كلمة مكتوبة على حتة معدن مصدية، جيريكو.